ليال الختائم بحضرموت طقوس رمضانية متفردة وعادات تزداد توهجا من عام لآخر. في مدينة سيئون حاضرة وادي حضرموت تبدأ ليالي الختائم التي عادة ما تكون في ليلة وترية وتبدأ من الليلة الخامسة وحتى ليلة 29، حيث تلهج المساجد بالأذكار والموشحات والقصائد الدينية. الختم معناه يختمون القرآن في المساجد، يختمون أكثر من مصحف، وليلة الختم هذه يبتهلون إلى الله بالدعاء ويقولون يا رب اقبل دعانا. نحن ختمنا القرآن في هذه المنطقة، وهذا الشيء يعقر في المساجد كلها، في المناطق كلها، في سيئون، في شبام، في تريم، في وادي حضرموت كله. ليلة الختم في الحي أو في مسجد الحافة تعد ليلة فرائحية، فيرتدي الأطفال الملابس الجميلة ويقام سوق شعبي بجانب المسجد تحضر فيه مختلف الألعاب والهدايا والحلويات، فيما يعمد الأهالي إلى التوسيع على أولادهم، ويعيش الأطفال فرحة طالما غيبت بارتفاع الأسعار وصعوبة الحياة. تصاحب هذه الختائم وخصوصا في السنوات الأخيرة الماضية مثل ما نرى الآن ونشاهد، مثل ما بالمفهوم المعتاد البساط اللي هي تنتشر في ساحات المساجد، تدخل الفرحة حقيقة لكثير من الأطفال. ولكن للأسف يعني في السنوات الأخيرة ربما نرى شيء من الضائقة المالية مع الأوضاع التي تمر بها البلاد، ولكن رغم كل هذه المنغصات إلا أن الفرحة تطغى على كل هذه الأمور من خلال المشتريات وفرحة الأطفال والألعاب المنتشرة. أما شباب الحافة التي تحيط بالمسجد فينظمون برامج ثقافية ومسابقات ترفيهية وإحياء الرقصات الشعبية. إضافة إلى اقتباس وعرض مشاهد متعددة من التاريخ الإسلامي ليعطي للجيل الحاضر صورة تقريبية وحية عن جيش الإسلام وعتاده وطرق إدارة المعارك وصولا إلى الفتوحات الإسلامية. نحن هذه الرسائل نوديها للمسلمين وللشباب لكيف فتح القدس، فتح الأماكن للمسلمين حق أولها، وهذه رسالة تكون للشباب خصوصا وللمسلمين عموما، والغرض الهدف توعية الشباب بالجيل الإسلامي القديم. الختائم فرصة للتواصل والترابط بين أفراد المجتمع، حيث يجتمع الجيران والأصدقاء لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالأجواء الرمضانية، كما تعد فرصة لتعزيز قيم التسامح والسلام بين أبناء المجتمع الواحد. فهمي بارمادي، قناة سهيل، سيئون.